مرحبا اهلا وسهلا فيكم سلام بالجميع في الحلقه 11 من صوم وتصحو مع الدكتوره كريمه عبده اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اهلا بك يا دكتور زي حضرتك الحمد لله دكتوره الموضوع في اقبال كبير والناس كثير مبسوطه على الحلقات ولكن بسال سؤال هل فيك يا دكتوره تعطينا العادات السيئه اللي بنقوم فيها برمضان نركز عليها هيك جميعا بحيث انه نحاول نتجنبها والله هو هو احنا فعلا اه زي ما قلت قبل كده في الحلقات الاولى ان السبب بسم الله الرحمن الرحيم الاول وازيكم عاملين ايه يا رب تكون اليوم بيعدي عليكم حلو وسهل وصيام بقى لذيذ ولطيف كده احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا ان في حاجات ممكن تتعبنا وحاجات ممكن نشعر بيها بجوع وبعطش وبصداع وبدوخه وبارق وقلنا ايه الحاجات اللي كانت بتتسبب في الكلام ده زي ما قلنا قبل كده اكل السكريات كتير اكل الحلويات اكل النشويات بكثره اكل الدهون الغير صحيه والمقليات والحاجات دي هنفرد لها حلقه لوحدها باذن الله قلنا برضو من الحاجات المتعبة جدا لينا وبتحسسنا وب... بالإرهاق عدم النوم عدم أخذ قسط كافي من النوم وقلنا برضو إن عدم شرب ماء كافي كل الحاجات دي بتعرضنا لمشاكل كبيرة النهاردة بقى هنتكلم عن مجموعة برضو من الأشياء اللي هي ممكن تأثر على صحتنا و... وتخسرنا الحياة حاجات كتير كتير مننا بيدخل رمضان وبيقول فرصه صيام وانا بقى ايه هقلل وزني لان زي ما احنا بنقول مش عايزين نطلع بقى تخنانين ووزننا زايد فيقول لا خلاص انا هسمع بقى كلام وانا هحاول ان انا ايه اقلل وزني في رمضان فالحقيقه بيسلك سلوك خاطئ بيعمل ايه بيمتنع عن الاكل يجي على الفطار مثلا وياكل حاجه بسيطه جدا يعني حاجه لا تكفي طفل صغير وخلاص ويكمل بقى شرب ميه وشرب عصاير وحاجات زي كده ويقول لك انا مش هاكل كتير عشان انا مش عايز اتخن انا عايز ايه اخش رمضان واطلع منه كده بجسم كويس مهمتنا في حلقاتنا وبرنامجنا ان احنا بنفهم بعض الحاجه الصح ايه نعملها ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمك ووضع فيه قوانين القوانين دي شئت أم أبيت هتمشي. يعني أنت عرفتها وطبقتها صح كنبه. طبقتها غلط أنت هتبقى اللي بتتعب وأنت بتخسر كتير. إيه القوانين دي؟ أول القوانين دي وأهمها قانون اسمه الحفاظ على الطاقة. يعني إيه الحفاظ على الطاقة؟ جسمك له طاقة محددة. الطاقة دي هو عايز ياخدها منك توفرها له. والله انت وفرتها له كان بها وفرتها له بصورة سليمة ومن مصادر صحية ومصادر نظيفة وكويسة فهو أخدها وحيقولك لك شكرا وكتر خيرك وحيتعامل معاك ويديك النتيجة بصحة كويسة طب انت عملت بقى زي ما بتقول كده لا انا مش هاكل انا هاكل حاجة بسيطة جدا عشان ما تخنش وعشان انا لو كنا بقى بنوته ولا حاجه وعندها فرحها بعد العيد اولاد لا ده انا عايزه بقى ايه مش هاكل وهصوم نفسي وعشان خاطر الفستان يجي مظبوط عليا ولا لو كنا بقى معزيم وعندنا فرح ولا عندنا حاجه ولا انا جايب البدله وجايب الفستان مش عايز الدنيا تبوظ لا افهم بقى صح عشان تتعامل صح وفعلا تحصل على النتيجه اللي انت عايزها جسمك هياخد الطاقه اللي محتاجها الطاقة دي بياخدها من الأكل ومن الشرب والعناصر الغذائية اللي بتدخلها له هو بيوظفها في أكتر من اتجاه بيوظفها عنده اتجاه العمليات الحيوية اللي هي التنفس العمليات اللي بيقوم بها الجسم الهضم شغل القلب شغل الكلى كل الأجهزة بتحتاج لطاقة عشان تقوم بوظائفها فالطاقة دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من الغذاء اللي انت بتدهوله عنده بند تاني اللي هو الانشطه بقى، الاكتيفيتي بتاعتك اللي انت بتقوم بيها، انت بتروح الشغل بت... بتفكر ب... بتقوم بمجهود بتلعب رياضه بت... يبدا بقى ما الحاجه اللي هي الطاقه اللي محتاجها. اول حاجه بيبدا يمالها الجسم ايه؟ يوقف لك العمليه الاكتيفيتي اللي انت بتعملها. هو ده اول حاجه بيبدا بيها، طب انا مش هخليك تيجي تبص تلاقي نفسك بعد ما اكلت وبعديها بشويه مرهق وتعبان ومش قادر تعمل اي حاجه، لو انت عندك شغل بعد المغرب بعد الفطار ما انتش قادر تقوم تعمله، لو عندك مذاكره مش قادر تجمع ومش قادره تذاكري ولا قادر تذاكر ولا قادر تستوعب عندك ابحاث ولا عندك حاجه تلاقي نفسك يعني مجهد. طب ده نتيجه ايه؟ هو الجسم مش مش هنقدر عليه، خلي بالك هو ذكي جدا وعنده سياسه بيطبقها. نتيجة إن أول حاجة راح شغال على الأكتيفيتي وقال لك طب يا عم ما أنتش عامل حاجة، مش أنت ما الطاقة اللازمة بتاعتي؟ طيب أنت ما فهمتش، ما فهمتش ما الرساله بتاعته واستمريت وقلت لا في عنادك أنا برضو مش هاكل، أنا هاخد حاجات بسيطة جدا عشان أنا عندي هدف أكبر، عايز جسمي يبقى مظبوط وعايز أخس، وفرصة بقى رمضان أخس فيه. يبدأ يلجأ للعمليات خش بقى على البند الثاني العمليات الاساسيه تبص تلاقي نفسك عندك هبوط عندك ضيق نفس صداع مستمر وعندك في بقى اعراض بتظهر من من اجهزه الجسم ده كله نتيجه ايه مش لاقي الطاقه بتاعته طب نعرف بقى ناخد نفهم صح انا جسمي بيحتاج للطاقه دي انا كل اللي انا بعمله عشان احصل على وزن كويس واحافظ على صحتي ان انا اكل صح اكل اختار زي ما قلنا ناكل بعقلنا نختار الاطعمه الغذائيه المظبوطه الاطعمه الصحيه نبعد عن كل يوم هنقعد نتكلم لغايه 30 حلقه 30 نبعد عن السكريات نبعد عن النشويات ندخل في اكلنا النشويات المعقده زي البطاطس البطاطا الحلوه وما تبقاش مقليات وما تبقاش دهون غير صحيه في الحاله دي انا هاكل واشبع واكل زي ما انا عايزه وفي نفس الوقت جسمي مش هتخش حاجات مضره هو بالعكس وانا باكل بتاني وبالراحه وزي ما قلنا امبارح اخد ثلث ساعه في عمليه المضغ وعمليه الاكل والكلام ده هبقى هيبدا جسمي يرتاح وياخد الطاقه اللازمه. في ايه تاني من الاخطاء؟ من برضو من نفس المنطلق ان انا مش عايزه جسمي يتخن ان انا بعمل ايه انا هاكل الحب عن الحاجات كامله الدسم نهائي انا هاخد زبادي عشان السحور بس الله يكرمك هات لي زبادي خالي الدسم عشان انا بعمل دايت وعايزه اخس هاتلي لبن خالي الدسم هاتلي لي الجبنه تبقى ليط وتبقى خاليه من الدسم تبقى جبنه نباتي كل دي اخطاء رهيبه رهيبه إحنا بنوقع جسمنا فيها وصدقوني بندفع ثمنها غالي. اه، تراكمات بتحصل في صحتنا من غير ما ناخد بالنا هي بتتم لكن إحنا ما إحناش عارفين مش حاطين إيدينا على السبب هو إيه اللي حصل؟ اه، عندك أربع فيتامينز في جسمك مهمين جداً وبيقوموا بغالبية يعني بيدخلوا في غالبية العمليات الحيوية في الجسم أهمهم فيتامين دي فيتامين كي 2 فيتامين ايه فيتامين اي e. الاربعه فيتامينز دولت ما يعتبروا من الفيتامينات الرئيسيه والاساسيه كلها لا تذوب الا في الدهون اوكي يبقى انا لما اكل حاجات خاليه من الدسم خدت لبن خالي من الدسم انا مش هستفيد بالعناصر اللي فيه لا هستفيد من الكالسيوم اللي فيه ولا لان هو الفيتامين دي وفيتامين كي هما اللي بياخدوا الكالسيوم وبيتصرفوا فيه ويدوه من المعده يودوه للاعضاء لو انا خدتهم وما الدهون الصحيه وخدت الحاجات دي خاليه من الدسم الفيتامين دي مش هستفيد منها الفيتامين ايه وشغله والدور اللي بيقوم بيه في دعم جهاز المناعه ودعم العمل الانسجه الرخوه اللي موجوده في الجسم لو انا واخده مش مش مديله وسط دهني مناسب مش هستفيد منه يبقى فكره دي فكره بقى كانت بتتبع لنا هي عمليه معلش يعني اسمحوا لي تجاريه بحته احنا بناخد اللبن عشان نستفيد منه اللبن يكون كامل الدسم الجبنة تكون كاملة الدسم ويكون من أصل حيواني ما تكونش ألبان نباتية اللي هي البودرة والحاجات الجبنة نباتية بتلاقوا مكتوب على العلبة كده اقرأ الليبل في جبنة تلاقي يقول لك طبيعي 100% من ألبان طبيعية 100% وفي جبن تانية تلاقي مكتوب عليها جبنة نباتي الدهن لا دي ابعد عنها خد اللي هي حيواني ودهن طبيعي عشان هي دي الدهون الصحيه اللي هتدخل جسمك وهتستفيد منها يبقى اتفقنا لا زبادي ولا البان ولا دهون جبن تكون خاليه من الدسم تاني انا في رمضان ورمضان داخل بقى في بدايه الصيف الدنيا حر شويه وعايزه اكل فاكهه اللي هيحصل؟ هخلص اكل من هنا وطبعا انا حط على السفره طبق الفاكهه ومليان بقى مما لذ وطاب. اه ربنا سبحانه وتعالى قال وفاكهه مما يتخيرون ولكن بلا افراط. طب هي الفاكهه مضره ولا مفيده؟ الفاكهه كل أطع... بص كل اللي انت عايزه بس كله بلا تفريط وكله بالشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه. كله واشربوا ولا تسرفوا ما تصرفش لو انا الفاكهه دي عباره عن فركتوز ما هي السكر جلوكوز ده عباره عن فركتوز سكر الجلوكوز بيخش الدم وعارف سكته وبيدخل الخلايا اما الفركتوز ما بيدخلش ما بيعرفش يدخل الخلايا ولا بيدخل الدم بيروح على فين سكر الفركتوز؟ بيروح على الليفر على الكبد طب بيعمل ايه؟ بياخد الكبد هياخد منه شويه يحولهم لجلايكوجين والباقي بيحوله لدهون يبقى لما يبقى عندك فاتي ليفر او الكبد الدهني اعرف ان مش سببه الدهون اللي انت بتاكلها، لا ده اللي احنا كنا فاهمينه من زمان ولكن ده المفهوم الخاطئ ده سببه الفاكهه سكر الفاكهه طلعوا في فتره كده وقالوا للناس اللي بتعمل دايت خدوا سكر فركتوز بلاش السكر العادي وخدوا سكر فركتوز طبعا ده كده كان مفهوم خاطئ ومفهوم ادى الى انا مش هنزل وزني واعمل دهون على كب هو ده الخطا فاحنا عايزين ناكل فاكهه ناكلها باعتدال ثمره واحده في اليوم كفايه قوي واحنا صايمين طب اكلها امتى هاكلها بعد الاكل بساعه او ساعتين عشان معدتي تبقى فضت من الاكل ما يحصلش لخبطه ما بين هضم الفاكهه وهضم المأكولات اللي انا اكلتها معدتي ارتاحت ابدا اتناول الفاكهه اي نوع من الفاكهه انا عايزه طالما مش ماشي بسيستم معين ولكن بلا افراط ولا تفريط وافهم هي بتروح فين عشان ما اقولش دي فاكهه وربنا خلقها لنا ربنا خلق لنا كل حاجه بس كل حاجه نتناولها بحاجه بمعقول طب اخدها عصير ولا اكلها كده لا كلها كده ليه بقى لما تاكلها كده انت هتستفيد بالالياف فالالياف دي هتمتص جزء من السكر اللي موجود في الفاكهه ما تعليلكش السكر وفي نفس الوقت هتساعد في هضم المواد وهتساعد في تعزيز البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء وموجوده في المعدة الحاجات دي هي انا يعني بحاول اجزأ لكم المواضيع عشان ما يبقاش حاجات كتير قوي كل يوم نحتار احنا هنفهم ايه ولا ايه ولا نطبق ايه ولا ايه. يا نكتب الكلام دوت ون... ونبدا نراجعه ويبقى في نوته كده عندنا عشان المفروض ان انا بحاول اعمل لايف ستايل حياه صحيه على على المدى هي امشي بيها بقى هو ده يبقى نظامي وهي دي تبقى حياتي. اتمنى ارجو لكم الفائده وارجو لكم صياما مقبولا وصحه جيده وافطارا شهيا صحيا خالي من اي معوقات. واشوفكم بكره ان شاء الله السلام عليكم الله. شكرا يا دكتوره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته